شاهدنا حريق في منزل متكون من طابق أرضي وطابقين، بحيث لاحظنا وجود 6 ضحايا، وتبقى حالة الرجل الآخر في 38 سنة حالة مستقرة. فتحت الباب عند الباب من فوق نشوف الدخان، جيت هبطت هكذا قبلت بالحفاه، جيت هبطت ديريكت للباب راح نفتحها تاع الحديد مغلوقه، ضربت برجلي ما حبتش، جبت الماسك تكسرت الحيط، دخل داخل الدخان غمسني، عاود نرجع وليت نخرج برا جماعه ارواحوا عاونوني الدراري راح يموتوا لداخل. كانت الشتاء الامطار والرياح، دار لاماس تحرقت الدار، جات المراه طفيها، تحرقت المراه والدخان غسل لي 2 ولاد، والمراه توفات. لاماس تاع التريسيتي من الخيوط معاهم تاع الشرطه العلميه من الهيئه.